جدا وسعيد طبعا مسائكم، لقد عودت الطائرة الآن في مطار دبي الدولي، حيث التوقيت المحلي هنا يشير إلى الساعة 10:55، ودرجة الحرارة الخارجية 33 درجة مئوية. لراحتكم مستمعين، يجب بقاء الجالسين في موعدكم إلى كذا في الطائرة نهائيا، وتطفئ إشارة رفع تحزمة المقاعد. إذا كانت وجهتكم الأخيرة هذه إلى دبي وقد سببتم حجز حقائب، وعليكم التوجيه الحسن الأمتاع رقم 1 لاستلام حقائبكم. سادات وسادتي، نود أن نشكركم لسفركم مع طيران الإمارات، كما نرجو أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم، آملين أن نكون في خدمتكم مرة أخرى في المستقبل. شكرا وطاب مساكم. Ladies and gentlemen, welcome to Dubai, where the local time is approaching 10 o'clock in the evening, and the temperature is 33 degrees Celsius or 89 degrees Fahrenheit. Please stay in your seat with seatbelt fastened until the seatbelt sign has been switched off. You can now use your mobile phone. Please check your seat pocket or overhead locker to make sure you have all your belongings with you. If you need any help transferring,